الأثرية ومناظرها الطبيعية. المعرض التشكيلي متواصل برواق المندوبية الجهوية للسياحة. ريبورتاج سهاب عزيزي ورفيق أجمد. هو فنان عصامي مراكشي تداعب أنامله الريشة والألوان منذ حوالي 8 سنوات. بدأ بالعفوية ثم انتقل إلى التشخيص. في هذا المعرض ينكشف سعيد أيتبوزيد لأول مرة عبر لوحات من عمق بيئة الحمراء. نتطرق الى المواضيع ديال مراكش، المآثير والاسواق ديالنا الحمد لله، وهذا منها كيف تشوفوا المناره الكتبيه، وبالنسبه للصباغه والكولور اللي اختاريت اكريليك الكولور مفتوحين مزيان. الوان يفضلها الفنان بارده لانها تريح عين المشاهد، يستلهمها من مكونات الطبيعه كالاخضر والازرق والترابي. لوحات تنم عن عشق لعالم الحرية والصفاء. عجبوني بعض اللوحات اللي كانت فيها رسالة كتجسد الحرية والتعبير النقي، وكتجسد بأن الفنان المغربي دائما نفتح. ما يفوق 30 لوحة من الحجم الكبير والصغير يعرضها سعيد أيتبوزيد بالمندوبية الجهوية للسياحة إلى غاية 21 أبريل الجاري. دعوة مفتوحة لتشجيع فنان يضع أولى خطوات التشكيل في مشوار الألف ميل. انتهت نشرة الأخبار، دمتم بخير، السلام عليكم.